وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء وقد خاب من حمله الماء وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق 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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني